فاطمة هلأ في شخص من الزمن الماضي حب أنه ينضم لنا بزمننا هيدا في الزمن الحالي. الزمن الحالي أهم شيء كبر ويانا ولا ما كبر؟ ما كبر لا. هو سحط له بطاقة سفر على الزمن الحالي مثل ما هو بقى. يلا ليشوفكم سوا بهالعمر. أهلا وسهلا بالدكتور خالد أمين. يا هلا ويا مرحبا، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله منيحة. دخيلك بدي شوفهم. مستعجل تشوفهم. دخيلك بدي شوفهم. مستعجل تشوفهم. كيف حك؟ يلا هلا رح نشوفهم، هلا رح نشوفهم. ست إلهام أول شيء. ترارا. إلهام. وين الحارف؟ الحارف ما صار الحارف. بس البوي كات نار. ها؟ البوي كات الكاري نار. ايه ما تغيرتي وايد، زين معودة. يا بخت خليل، يا بخت خليل خالد، كل هذا ما تغير. يا ذي هذا كل هذا ما تغير. اقول يعني كذي عمرك الحين 80 سنة، 80 سنة وكذي زين. لا لا 64 ما يانا حق 80. 64 64 لا 64 لا 64 زين تمام. لا خالد بهالعمر ترى تطنز انا وياك بنمثل دور بهالعمر. بشوف شكلك. بشوف ايه بشوف الله يستر. لا بشوف شكلك. انا بتعرفك قبلك انا. لا مو من كبرك، مو من كبرك عاد. اقول لك وين فطومتك؟ وين فطومة؟ اشوف وين. يلا خالد مو تشوفني. يلا فطوم راح اشوفها كمان. فطوم راح اشوفها كمان. يلا بنشوف. هاي فطوم اشوف. يلا يا خالد انا طول عمري حلوه. شوف ادريك انت بتكون اكبر مني وطول عمرك بتقول عني حلوه. تصدقين عاد انا لما اصير اكبر منك بصير احلى من كذي. لا تحاتي بسوي تجميل، هذا بدون تجميل. ما اطلعك خالد بس ترى انا كيوت وطول عمرك راح تقول عني حلوه. لا لا الحمد لله الحمد لله خواتي كيوت الحمد لله حلوات. طبعا ده زين على الاقل اذا مثلنا بالعمر امثل مع حلوات. حلوات. بشوفك بهالعمر شلون بتصير. لا بالعمر بصبغ اللحيه الله يسلمك واركب روس. وعلى الصعيد الشخصي اذا بدي استغل صراحتك، شو بتقول لإلهام وفاطمه؟ إيه؟ كبرتوا بعدكم بهالعاده او بعدكم بهالصفه؟ انا اعرف روح الثنتين هذولا ما في من، ولكن على صعيد الشكل يعني الله المستعان. بس يعني اقول يا بخت خليل ويا بخت خالد. في اللي نسوي لما اسولف شيء يمسكني. انا عندي يا بختي فطومه. يا بخت فطومه هو من ناحيته. ويا بخت خليل بيت. نحن نشكر وجودك معنا على امل توصل على دبي بخير. على دبي بخير. انا قريب ان شاء الله راح اوصل على دبي باذن الله تعالى. شاكر لكم مشوار السياره. شكرا لوجودك معنا. شكرا شكرا للاتصال. باي باي إلهام.